أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنخصصها لمناقشة واقع تحركات الرئيس هادي فيما يخص تفعيل الحسابات الخارجية للبنك المركزي وإعادة انتظام السلطات الثلاث للدولة. أكد الرئيس عبد الرب منصور هادي نجاح الشرعية في تفعيل جملة حسابات خارجية للبنك المركزي، وأشار إلى أن من أبرز الحسابات التي جرى تفعيلها هو حساب الحكومة في البنك المركزي الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي، كما أوضح أن الانقلابيين يسيطرون على أكثر من 70% من موارد الدولة المقدرة بخمسة مليارات دولار سنويا. تأتي هذه التصريحات في ظل الحديث عن اكتمال سلطات الدولة الثلاث وانعقاد أولى جلسات البرلمان اليمني في عدن قريبا. في هذه الحلقة نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في تساؤلين. الأول، بعد تفعيل الحسابات الخارجية للبنك المركزي، هل تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها؟ أما الثاني، فهل تتمكن الشرعية فعلا من إعادة عمل السلطات الثلاث ومنها التشريعية من عدن؟ قبل البدء في النقاش نتابع وإياكم هذا التقرير. انعقاد مرتقب لمجلس النواب في مدينة عدن، هذا ما أكده الرئيس عبد الرب منصور هادي في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة في لندن. حدث الانعقاد المرتقب لمجلس لم يكتمل نصابه القانوني حتى الآن تردد كثيرا خلال الفترة الماضية، في وقت بات ينظر إلى اجتماع المجلس كأحد الرهانات الأساسية لحسم الصراع مع الانقلابيين. الرئيس هادي اعتبر هذا الحدث جزءا من مهمة استكمال انتظام السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في العاصمة السياسية المؤقتة عدن. وفي المقابلة نفسها أقر الرئيس هادي بأن 70% من الموارد السيادية، أي ما يصل إلى نحو 5 مليارات دولار، لا تزال بيد الانقلابيين، أمر يصعب مهمة الحكومة في ظل الوتيرة الحالية من الأداء السياسي والعسكري التي تهيمن على الساحة الوطنية في هذه المرحلة وعلى علاقة الحكومة بالتحالف. بدأت خطوات التحضير لعقد مجلس النواب منذ أكثر من 3 أشهر، إلى أن التقى أكثر من 110 نائبا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة منتصف شهر أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتخذ أي إجراء باتجاه الإسراع في انعقاد المجلس في العاصمة السياسية المؤقتة عدن. ويفاقم من صعوبة إنجاز استحقاق مهم كهذا الوضع الأمني غير المستقر في المدينة، والذي لم يعد يتسع حتى للسلطة التنفيذية وفقا لبعض المراقبين. ويرى هؤلاء المراقبون أن بقاء الرئيس هادي خارج البلاد حتى هذه اللحظة لا يعطي مؤشرا جديا وعمليا على إمكانية انعقاد مجلس النواب وانتظام السلطات الثلاث في البلاد في مواجهة الانقلاب والتمرد الذي نفذه المخلوع صالح والحوثيون قبل 3 أعوام. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من أنقرة، الباحث الاقتصادي حسام السعيدي. أهلا بك أستاذ حسام. أهلا بكم، مساء الخير. حياكم الله. إذن هناك كما يبدو أنه إعادة تفعيل للدورة المالية من خلال تفعيل جملة للحسابات الخارجية للبنك المركزي اليمني، برأيك ماذا تعني هذه الخطوة؟ حقيقة هذه الخطوة كانت منتظرة من فترة طويلة، خاصة بعد تفعيل نظام السويفت العالمي أو النظام المالي للبنك المركزي. هذه الخطوة تعني الآن أن البنك المركزي يستطيع الوصول إلى الأصول الخارجية لديه التي كانت مجمدة تقريبا في حسابات في الخارج، وكانت تقريبا بوزن نسبي من إجمالي الأصول في عام 2014 تصل إلى 50%. هذه الخطوة لديها تبعات سواء داخلية أو خارجية. من جهة هي ستساعد البنك المركزي بطبيعة الحال بتوفير سيولة نقدية حاضرة، وبالتالي ستزيد من قدرة البنك على ضبط السياسة النقدية وتوفير جزء من السيولة النقدية بالعملة الأجنبية، وبالتالي قدرة البنك المركزي على التحكم في الواقع النقدي في البلد. هذا من جهة. من جهة أخرى ستكون هناك آثار أيضا نتوقع أن تكون آثار إيجابية على عمل البنوك في الداخل، البنوك التي هي بحاجة ماسة إلى
طرق للتواصل مع العالم الخارجي، طبعا التواصل المالي، وهذا لابد أن يكون أيضا عن طريق البنك المركزي وبإشراف البنك المركزي. بالتالي فهذه الخطوة وإن كانت متأخرة إلا أنها رائعة جدا، وهي في صميم عمل البنك المركزي وفي طريقه إلى استعادة دوره. طيب يعني عندما نتحدث عن الأصول الخارجية للبنك المركزي أو الأصول التابعة للبنك المركزي في الخارج، ما هي طبيعة هذه الأصول حتى يكون المشاهد بالصورة؟ الأصول المالية هي تختلف في الحقيقة كاستثمارات للبنك المركزي في الخارج، سواء كودائع بالعملة الأجنبية أو استثمارات في بنوك يتم إيداعها والحصول منها على فوائد مختلفة وفقا لقانون البنك المركزي. هذه الودائع تتم غالبا في بعض البنوك العالمية، ومنها البنك الفيدرالي الأمريكي، وأيضا بنوك أخرى، وأيضا بالنسبة للمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي وإلى آخره. وبالتالي فهي تمثل أصول يبني البنك من خلالها إيرادات وأرباح. هل هناك معلومات حول أرقام هذه الأصول أو القيمة المالية لهذه الأصول؟ في آخر تقرير كان صادر للبنك المركزي تقريبا في العام 2014 كانت قرابة مليار دولار، هذه الأموال الموجودة في الخارج. لا نعلم الحقيقة، لا توجد الآن إحصائية دقيقة، ولكن هذا الذي متوفر في التقرير السنوي الذي أصدره البنك المركزي في العام 2014، وهو تقريبا التقرير الأخير الذي بين أيدينا نستطيع من خلاله قراءة الوضع. ولكن في كل الأحوال سيكون الرقم حول هذا المبلغ يقل أو قد يزيد بمبلغ قليل يعني. طيب يعني أستاذ حسام، عندما نتحدث عن الدورة المالية وهذه الخطوة التي قام بها الرئيس عبد الرب منصور هادي بتفعيل أو قامت بالسلطة الشرعية عموما بتفعيل الحسابات التابعة للبنك المركزي في الخارج، إلى أي مدى سيكون لها انعكاس على إعادة الإعمار وكذلك دعم الموازنة العامة للحكومة الشرعية أو للدولة؟ في حقيقة الأمر يعني يجب الفصل بين إرادة الدولة والبنك المركزي. البنك المركزي لديه رأس مال محدد وهو يقوم كمقرض للحكومة، ولكن هذا الجزء مهم فيما يتعلق أيضا بالمنح والمساعدات الدولية. إعادة تفعيل حسابات البنك في المركزي يعني فتح السلة لتلقي الأموال والمنح التي ستساعد في الإعمار، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا ستمكن البنك المركزي من إقراض الحكومة الأموال التي قد تساعدها في أداء دورها في الداخل، وأيضا سيمثل إلى جانب ذلك غطاء مهم للعملات التي يتم طباعتها وإصدارها باستمرار. وبالتالي فهو الآثار متشابكة ومتداخلة لهذا القرار بطبيعة الحال. طيب الآن يعني الرئيس هادي أوضح أيضا أن 70% من موارد الدولة والمقدرة بخمسة مليارات دولار سنويا هي تذهب لصالح الحوثيين، برأيك هل هذا الرقم وفق المعطيات الاقتصادية دقيق ما يتحدث عنه الرئيس؟ يعني ربما لا نستطيع الجزم حول هذا المبلغ تماما، ولكن هناك مليارات الريالات ومئات مليارات الريالات تذهب إلى سلطة الحوثيين. في العام 2014 مثلا سأعطيك مثال بسيط، كانت إيرادات الضرائب لوحدها تصل تقريبا إلى 600 مليار ريال، الإيرادات غير الضريبية وغير النفطية في نفس الوقت تصل إلى 400 مليار ريال. طبعا ناهيك عن الإيرادات الميناء الحديدة مثلا التي تصل تقريبا إلى نحو في النصف الأول من 2013 الميناء وصلت تقريبا إلى 43 مليار ريال، إضافة إلى إيرادات الاتصالات في الست شهور السابقة تزيد عن 100 مليار ريال. هناك مئات المليارات فعلا ما تزال في أيدي الحوثيين، وخاصة الضرائب والجمارك والتي تم فرضها على المواطنين وعلى التجارة، والتي تتركز في الحقيقة في المناطق كثيفة السكان وهي المناطق المحكومة من قبل الحوثيين. هذه الأموال التي تمثل في الحقيقة وقود للحرب، لأنها تمثل الوقود التي تستمر من خلاله الحوثية أو الحركة الحوثية، وهو من جهة أخرى وسيلة لتدويع المواطنين، حيث أن البنك أو الحكومة الشرعية اشترت توريد هذه الإيرادات قبل صرف المرتبات، وهذا أمر طبيعي لأن ليس من العدل أن يتم صرف المرتبات بينما يقوم الحوثيون بأخذ الأموال وصرفها على الحرب. لكن هناك نقطة أخرى أيضا لم يتطرق إليها الرئيس ولم يتطرق إليها الكثير، وهي نقطة مهمة وهي نقطة الديون الداخلية. في تصاريح مسربة عن شعبان أو الانقلابي الحوثي المعروف والذي يقوم بدور وزارة المالية بالنسبة في حكومتهم، أكثر من 5 تريليون ريال وصلت حجم الدين الداخلي. طبعا
بزيادة تقريبا عن العام 2014 تصل تقريبا إلى 2 تريليون ريال. هذه المبالغ الضخمة ليست فقط على الحاضر، وإنما هي تؤثر على المستقبل أيضا، لما تمثله من أعباء كبيرة على الموازنة العامة للدولة والناتج المحلي بشكل عام، حيث بلغت أكثر تقريبا بالإضافة إلى الديون الخارجية أكثر من 95% من إجمالي الناتج المحلي، وأكثر وبينما فوائد هذه الديون أو العوائد المتوقعة خدمة الديون تزيد عن 60% من الإيرادات. وبالتالي أي حكومة قادمة مستقبلا هي تمتلك مستقبل مفخخ بفعل الديون والأموال. طيب في هذه النقطة مهمة أستاذ حسام، هذه نقطة مهمة، يعني عندما نتحدث عن الديون الداخلية التي عادة ما تكون مثلا شراء أذن خزانة وما شابه، عندما يتعامل الناس مع الحكومة غير الشرعية للانقلابيين في داخل صنعاء، هل هذا يعطي العبء على الحكومة الشرعية؟ الحكومة الشرعية هي تعهدت بالمبالغ التي سبقت نقل البنك المركزي، وهي كانت مبالغ ضخمة، تم قام الحوثيون بإصدارها سواء في أذن خزانة أو عن طريق الصكوك من البنوك الإسلامية أو عن طريق سحب من المكشوف من البنك المركزي أو السحب على المكشوف والكثير أيضا من الموارد أو سندات حكومية مختلفة. هذا بطبيعة الحال أمر سيء، ولكن بالنسبة للبنوك والواقعة تحت سيطرة الحوثيين فهذا الأمر هو شبه إجباري يتم فرضه، وليس لم يعد الأمر موضوعا تحكمه الفائدة فقط. صحيح هناك استثمارات يحصلون على عوائد منها، ولكن الأمر إجباري أكثر من أن يكون اختياري بالنسبة للبنوك العاملة في المناطق تحت سيطرة الحوثيين، وبالتالي يتم استنزاف المبالغ. ذهاب حركة الحوثيين لا يعني ذهاب هذه الديون، ويعني بطريقة أو بأخرى ستبقى على الحكومات القادمة. أشكرك الباحث الاقتصادي الأستاذ حسام السعيدي، كنت معنا عبر الهاتف من أنقرة. وأرحب مشاهدينا الكرام بمن انضم إلينا الآن من القاهرة، مصطفى نصر مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. أهلا بك أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام، حياكم الله. أهلا وسهلا بك. إذن هذه الخطوة أو هذه التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية عندما تحدث عن تفعيل البنك المركزي اليمني لحساباته الخارجية على المستوى الدولي والإقليمي أيضا، يعني أستاذ مصطفى نريد أن نأخذ رؤيتك أو وجهة نظرك حول أهمية هذه الخطوة. بالنسبة للاحتياطات الأجنبية الخارجية المتبقية للبنك المركزي اليمني، أولا هي لم يتبقى منها سوى 700 مليون دولار مقارنة بتقريبا ما يقرب من 5 مليار دولار عند بداية الحرب في 2015، وبالتالي فإن الرقم الذي ما زال متبقي كاحتياطيات هو رقم متواضع للغاية، يعني 700 مليون دولار، 500 مليون دولار هي التزامات للبنوك أو خاصة بالبنوك التجارية وغيرها، و200 مليون دولار المتبقية وهذه قد لا تفي حتى بالتزامات الديون للصناديق والمؤسسات الدولية. لكن بكل تأكيد تفعيل عمل البنك المركزي مع المؤسسات المالية الدولية مع البنوك بكل تأكيد خطوة مهمة، ويجب أن تتم، ويجب أنها أو يفترض أنها كانت تتم خلال فترة مبكرة عقب نقل البنك المركزي، لكن للأسف الشديد أنه حتى الآن البنك المركزي في عدن عاجز عن القيام بهذه الخطوة، كما هو عاجز عن إدارة كل ما يتعلق بالشأن المصرفي. طيب. وإدارة البنوك وإدارة علاقته مع البنوك الإقليمية والدولية، ويكاد يكون فشل كثيرا في أي دور يقوم به خلال المرحلة الماضية. طيب الآن هذا يعني هذه الخطوة هل ستفي بالالتزامات الأساسية التي يواجهها البنك المركزي في سياق يعني رفض الميزانية العامة للدولة أو في سياق العملية المالية في اليمن؟ بالنسبة إذا كنت تتحدث عن تفعيل علاقة البنك الدولي مع المؤسسة المالية الدولية، بكل تأكيد المؤسسات المالية الدولية في كل اجتماعاتها تؤكد على ما الذي عمله البنك المركزي منذ قرار نقله وحتى الآن. النتائج في هذا الجانب هي مخيبة للآمال، وخلال الاجتماع الماضي وهذا الاجتماع كان هناك حديث عن أن البنك المركزي لم يقوم بدوره بالشكل المفترض.
لم تنعقد اجتماعات مجلس الإدارة سوى اجتماع أو اجتماعين. محافظ البنك المركزي ما يزال خارج اليمن هو ونائبه وكثير من أعضاء مجلس الإدارة. الإدارة الفعلية للبنك المركزي لم تفعل بعد، وبالتالي حتى حسابات البنوك، حسابات المؤسسات الرسمية لم يفتح حسابات، لم تورد المؤسسات الإيرادية سواء كانت في عدن أو في غيرها إلى البنك المركزي. كل معظم المؤسسات الإيرادية لا تورد إلى البنك المركزي. معظم البنوك التجارية والإسلامية التي موجودة في اليمن ما زالت إدارتها وتابعة لصنعاء، وبالتالي يعني نحن نتحدث عن بنك مشلول، بنك لم يقم بدوره حتى الآن على يعني أو بالحد الأدنى من أداء البنك المركزي الذي يفترض، حتى الآن لم يقم بدوره. وبالتالي نحن عندما نتحدث عن رفض خزينة الدولة، نتحدث عن أدوار للبنك المركزي في الرقابة على البنوك، في أيضا تفعيل السويفت والتحويلات المالية للخارج، كل هذه المهام التي يفترض أن يقوم بها البنك المركزي للأسف ما يزال عاجزا عنها. وأنا أستغرب أنه هذا الصمت تجاه هذه القضية الحيوية التي إذا تم السكوت عنها بكل تأكيد ستؤدي طيب. إلى انهيار المنظومة المصرفية. طيب دعنا نسلط الضوء عليها، ما الذي تبقى على البنك المركزي عمله حتى تعود الدورة المالية في الاقتصاد اليمني إلى دورتها السليمة أو إلى الوضع الذي يمكن من خلاله تنمية الاقتصاد على الأقل في المحافظات المحررة؟ أنا أتحدث عن الأشياء الأساسية التي لم يقم فيها البنك. إدارته للبنوك، إدارة السياسة النقدية والمالية في البلد، ضبط عملية التلاعب في العملة وأيضا ما يتعلق بتوفير العملة، ترتيب موضوع التحويلات المحلية والخارجية، كثير من الأشياء المرتبطة بالسياسة النقدية البنك وكأنه لم يفعل بعد يعني، وهذه هي الإشكالية الأساسية. الآن البنك يقول بدور أمين الصندوق، وهذا اختلال في أدائه. هو يستقبل ما تم طباعته في روسيا وأيضا ما تم أو إرادة التصدير الذي تصدير النفط يعني 35 ألف برميل يوميا. هذه العائدات هي فقط عائدات البنك المركزي، وهو يقوم بصرفها وبكل يعني حتى عملية الصرف هذه تتم بعشوائية وبإجراءات غير دقيقة وبأيضا يعني بمزاجية كبيرة. للأسف الشديد أيضا هناك لكي يفعل أداء البنك المركزي لابد أن تكون هناك وزارة مالية. إذا ما تحدثنا عن عمل اقتصادي حقيقي، للأسف الشديد أيضا لا توجد وزارة مالية بالمعنى الحقيقي لوزارة المالية، ولا يوجد أيضا بنك مركزي بمعنى حقيقي للبنك المركزي. ما تزال يعني نعم. هناك هو بين ما يفترض أن يكون وبين الواقع، في الحقيقة لم يؤدي الدور الذي كان مطلوب منه. أشكرك أستاذ مصطفى نصر، مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. أرحب مشاهدينا الكرام الآن بالبرلماني اليمني الأستاذ شوقي القاضي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول للحديث عن المحور الآخر أو الثاني. أهلا بك أستاذ شوقي. أهلا وسهلا لك السيدات السادة المشاهدين أخي. حياكم الله. إذن بداية أستاذ شوقي، هناك حديث للرئيس هادي عن تفعيل السلطات الثلاث في الأراضي المحررة وبدء لجلسات البرلمان في عدن أو التحضير لها، ما هو الجديد بخصوص ذلك؟ الجديد أن الأخ الرئيس والمخلصين في هذا في الشرعية بدأوا يحسوا أنهم أخطأوا خطأ كبير عندما أغفلوا دور السلطات الثلاث يعني بشكل عام والسلطة التشريعية بشكل خاص. كانوا يوما ما خوفوا تقريبا من وجود البرلمان ومن ربما من قيامه بأدواره، لكنهم اليوم عرفوا يقينا بأنهم يعني أخطأوا تماما، وعلموا أن البرلمان كان ولا زال طبعا ولو أنه الآن في الوقت الضائع، لكن ربما يقوم بأدوار مهمة جدا 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 في تعزيز الشرعية وتعزيز وجود الدولة. الدولة الآن التي للأسف يعني مع كل الاحترام والتقدير أقول
وبكل شفافية أن الشرعية التي وعد بها اليمنيون بأنها ستتعزز ومؤسسات الدولة يعني ستبنى، للأسف نجد أن هناك شيء يعني لا نستطيع أن نفسره. على سبيل المثال ما يدور الآن في عدن، أين السلطات الشرعية بالضبط في عدن؟ أين مؤسسات الدولة في عدن؟ عدن العاصمة الثانية لليمن محررة 100%، فلماذا لا تتعزز وجود الشرعية فيها؟ لماذا لا يسمح للأخ الرئيس بالعودة إليها؟ أين المحافظ الذي، لماذا كل ما يعني عين محافظ لعدن إما يقتل وإما يمنع من دخول لمؤسسات المحافظة، وآخرهم المفلح الذي منع تماما والآن يقدم استقالته، قدم استقالته كما سمعنا أو ذلك. وبالتالي الأخ الرئيس علم يقينا أنه أخطأ، هكذا أقولها بالفم الملان، أخطأ في عدم إلحاح، في عدم مطالبته للبرلمان في أن يتواجد. طيب يعني هل أفهم أن هذه هي مخاوف من هم في البرلمان، الوضع في عدن، عدم الاهتمام بهذه السلطة المهمة سواء في التشريع أو في الرقابة حتى على أداء الحكومة الشرعية، هل هذه كلها معوقات تعيق سلاسة العمل بالنسبة للحكومة الشرعية والشرعية بشكل عام؟ لا ننكر أخي الكريم، يعني ينبغي أن لا نكون مثاليين وأن لا نكون يعني حالمين. عدن الآن مدينة ليست بيد الشرعية 100%، وليس آخرها أن يمنع أن يقصف يعني اللواء الحرس الرئاسي بالأباتشي. من يفسر لي هذا الأمر بالضبط؟ يعني كيف أفسرها يعني؟ وبالتالي وجود قوة في المحافظات الجنوبية لا تأتمر بأمر الرئيس ولا تلتزم بأجندة الحكومة 100%، ووجود أكثر من رأس قرار وأكثر من موجه، يعني هذا الأمر يربك المشهد تماما في عدن، وبالتالي لا يستطيع النواب أن يأمنوا لا على حياتهم ولا على وجودهم إذا كان محافظ المحافظة. هل هناك شخص ينبغي أن يتواجد في عدن كدليل على وجود الشرعية من محافظها؟ وبالتالي أن يمنع المحافظ وأن يغتال الأول، هذا عائق طبعا كبير جدا. ولهذا هناك عوائق، وهو أستاذ شوقي. إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ شوقي القاضي، وكان يتحدث حول العوائق التي تواجه عمل البرلمان في المناطق المحررة والقلق الأمني من كثير من الأمور، وكذلك العرقلة المستمرة لما وصفه أو ما وصفه الأستاذ شوقي القاضي النائب البرلماني من أنه عوائق مستمرة حتى لمن يعين على رأس السلطة المحلية بداخل محافظة عدن أو في العاصمة المؤقتة عدن. كما تحدث أيضا على أن الشرعية التي وعدت بأن تحسن أو أن تعود إلى داخل المحافظات المحررة والعاصمة المؤقتة تحديدا، يبدو أن دورها ليس إيجابيا أو على الأقل ليس مثاليا فيما يتعلق بما يدور في العاصمة المؤقتة عدن. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من زوايا الحدث، وفي ختامها تقبلوا تحياتي أنا والزملاء في طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.